السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كريستيال ساوند ده بيعمل ايه؟ اثناء الاجتماع ممكن وانت بتتكلم تكون في ضوضاء حواليك او صوت مش واضح والكلام ده مش بروفيشنال، فالبرنامج ده بيخلي الصوت بتاعك بس هو اللي موجود، ولو في اي ضوضاء هو بيعزلها. الميزة ان هو بيشتغل مع اغلب البرامج اللي احنا بنستخدمها في الميتنج، زي جوجل ميت، زي زوم، زي تيم، سلاك، سكايب، او برضو سبورت، ويبكس من سيسكو. كل الحاجات دي هو بيتعامل معاها بشكل جيد، بحيث ان الصوت بتاعك يبقى واضح، ولو في اي ضوضاء حواليك هو بيحزن.